يا ابو محمد بنينا لا تواصل جسور واللي تركنا جلوس وراح لا تزهمه نور الله سنين فسر داب ما هو بنور يا زين نور القمر فالليلة المظلمة افتتح إبراهيم بأبيات جميلة وترحيبية وجميلة ورد فلاح رد شاعر متمكن كان صور جميلة اللي صاغها الشاعرين إبراهيم حط لي رمزية في اللي تركنا وراح لا تزهمه وأنا يعني جاريته مجراء علشان أعرف بالضبط وين اتجاهه في البيوت اللي تلحق القرقاح يقول نور له سنين في السرداب ما هو بنور نور يعني الشعر يظهر ويعرفونه الناس وما في شاعر حقيقي إلا لابد أن يكون له معجبين ومتابعين يعترفون به الشعراء.